أيضا هنا أوضاع نازحين صعبة للغاية وقاسية جدا في ظل حالة انتشار الجوع والمجاعة في هذه المحافظة، لأن كميات المساعدات التي تصل إلى هذه المحافظة لا تسد احتياجات 1.5 مليون نازح ونازحة. هنا الناس يشعرون بحالة من الغضب ومن الخوف ومن الترقب نتيجة كل ما يدور من حولهم، وهم في آخر ملاذ من النزوح في محافظة رفح. هنا انعدام للمياه النظيفة وشح في الغذاء، وأيضا عدم توفر الأدوية الخاصة بالمرضى المزمنين، سواء مرضى السكري ومرضى الضغط ومرضى السرطان وحليب الأطفال وغيرها من احتياجات الناس، كلها هنا شحيحة جدا، وأيضا غير متوفر أي بضائع في هذه المحافظة لاستمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والاستمرار العدوان على محافظات قطاع غزة. هنا الكثير من الناس أصبحوا لا يستطيعون أو لا يملكون شراء السلع الأساسية مثل الدجاج أو مثل اللحوم أو مثل البيض، والتي أصبحوا يقولون بأنها أصبحت من المكملات في ظل شح الأموال لديهم نتيجة خروجهم من منازلهم بلا أموال، وخرجوا تحت هول القصف، وهنا يتلقون بعض المساعدات التي لا تسد رمقهم في هذه المحافظة. وهناك أيضا ضغط كبير على الأونروا نتيجة وجود 1.5 مليون نازح ونازحة في هذه المحافظة، هم بحاجة إلى مساعدات وبحاجة أيضا إلى بضائع لكي يستطيعوا أيضا أن يعيشوا كما يعيش البعض، يتلقون يعني المواد الأساسية من اللحوم ومن الدواجن ومن البيض ومن سلع الخضار وغيرها، لكن هذا كله اليوم إن توفر أسعاره تضاعفت عشرات المرات في محافظة رفح، ودون أيضا أي إعارة أي اعتبار لظروف الناس في هذه المحافظة التي تعيش منذ أشهر أوضاع صعبة وقاسية. هناك مطالبات بضرورة التدخل من قبل الجهات المحلية في هذه المحافظة من أجل الضغط على أصحاب على التجار أو على رجال الأعمال من أجل أيضا تحسين وانخفاض الأسعار كي تكون السلع في متناول أيدي جميع الناس الذين يعيشون أوضاعا صعبة وصعبة للغاية. حياة الناس هنا على الطوابير، سواء على الرعاية الصحية أو على المياه أو على الحصول على رغيف الخبز أو في الأسواق، هناك تكدس كبير وانتشار أيضا للأمراض والأوبئة في مراكز النزوح. وزارة الصحة تحدثت بأنها سجلت أكثر من 700,000 إصابة بأمراض معدية نتيجة انتشار الأوبئة والأمراض في صفوف النازحين، وعدم توفر الرعاية الصحية الكاملة لخروج المشافي عن الخدمة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي واستمرار الحصار الإسرائيلي. وتحدثت وزارة الصحة بأن آلية إدخال الأدوية والمستهلكات الطبية إلى قطاع غزة هي إعدام للمرضى وللجرحى في قطاع غزة. أيضا بالانتقال إلى محافظة خان يونس، من محافظة رفح نسمع دويا انفجارات عنيفة يسمع صداها في أرجاء هذه المحافظة نتيجة القصف المدفع العنيف الذي تتعرض له خان يونس والغارات الإسرائيلية التي تتعرض إليها محافظة خان يونس، وتتركز الغارات في منطقة الحاووز وفي منطقة الظهرة غربي محافظة رفح، أيضا في المناطق الجنوبية الغربية من محافظة رفح من محافظة خان يونس، والمناطق الجنوبية الشرقية من محافظة خان يونس أيضا، وشرق خان يونس يتعرض للقصف المدفعي ولغارات إسرائيلية مكثفة. أيضا العملية العسكرية في مستشفى ناصر الطبي ما زالت مستمرة. بالأمس أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي انسحب من مجمع ناصر الطبي وتمركز حول هذا المجمع، لكن سرعان ما عاد بدباباته إلى داخل مجمع ناصر الطبي وعاود اقتحامه في ظل حصار للمرضى وللأطقم الطبية وللنازحين ولمرافقيهم في ظل أوضاع غير إنسانية، في ظل عدم توفر الأدوية والمستهلكات الطبية، في ظل عدم توفر الكهرباء، وفي ظل عدم توفر الطعام والمياه والأكسجين، في ظل انتشار
أو في ظل انتشار القمامة في الأقسام مجمع ناصر الطبي، وأيضا المياه الصرف الصحي تغمر أقسام الطوابق الأرض في هذا المجمع، نتيجة أيضا عدم سماح الجيش الإسرائيلي بإصلاح خطوط المياه وخطوط الصرف الصحي لمجمع ناصر الطبي، أوضاع سيئة وقاسية جدا داخل هذا المستشفى. أيضا إسرائيل كما تقول وزارة الصحة تمنع إدخال أي من المساعدات إلى مجمع ناصر الطبي. أيضا مستشفى الأمل هو الآخر يتعرض للقصف المدفعي وللعدوان ولنيران الجيش الإسرائيلي، وبالأمس كانت هناك استهداف لمستشفى الأمل الذي يتواجد به عشرات من الأطقم الطبية ومن المرضى ومن النازحين في أوضاع قاسية وصعبة جدا. أيضا يمنع الجيش الإسرائيلي إدخال أي من المستلزمات الرعاية الصحية والطعام والمياه إلى مستشفى الأمل. أيضا يسمع بين الفينة والأخرى في محافظة خان يونس دوي اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية التي بدورها تتبنى سلسلة من الاستهدافات لآليات الجيش الإسرائيلي في محافظة خان يونس. هذه هي صورة التطورات الميدانية في محافظتي خان يونس ورفح في ظل استمرار للتحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة في أجواء المحافظة، وأيضا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 140 على التوالي. أيمن أبو شنب مراسل الغد من رفح، شكرا لك.